شد امام مصر مقصر. عشان كده هروح سريعا لزميلي العزيز كريم احمد يقول لنا كل الجديد. يا كريم مساء الخير عليك، قول لنا اخر الاخبار والاستعدادات لمباراه الغد. مساء الخير عليك يا زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده غدا في مباراه المقصه، وهي اولى مباراه بطوله الدوري العام. ان شاء الله باذن الله الكل يكون كالعاده على قلب رجل واحد، ونبدا بدايه قويه ونقدر نحافظ على لقب بطوله الدوري العام. النهارده كالعاده طبعا زميلي امير هو التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش كعاده بيتسو موسيماني، محاضره فنيه مطوله استمرت 40 دقيقه اتكلم فيها بشكل كبير جدا طبعا على اهميه هذه المباراه، احترام المنافس، كل نقاط القوه، الثغرات التكتيك، كل الامور الخاصه ان شاء الله اللي هتنفذ باذن الله في مباراه الغد. والحقيقه يمكن اللعيبه فايقه بشكل كبير جدا، عندها رغبه وعندها حافز وعندها كل الامور ان شاء الله باذن الله اللي تساعدها غدا في هذه المباراه. غيابات كالعاده امير عديده في صفوف فريق النادي الاهلي، لكن بيرجع لنا عدد كبير من اللاعبين كنا فاقدينهم، على راسهم طبعا وليد سليمان، ديانج، احمد ياسر متواجد، احمد رمضان بيكا، محمد شريف، لكن الغيابات طبعا اجاي وحسين الشحات ومروان محسن، لكن بطمنك ان شاء الله باذن الله يكونوا متواجدين معانا خلال المرحله القادمه. مروان محسن ماشي بشكل طيب جدا في التاهيل، اجاي ايضا كمان ماشي بشكل مميز جدا، وحسين الشحات اللي خلاص زي ما عرفنا اسبوعين ان شاء الله ويكون متواجد معانا خلال المرحلة القادمة بإذن الله. تكون مباراة الغد مباراة جيدة تليق باسم النادي الأهلي، ويقدر بيتسو موسيماني كعادته يسعد كل جمهور النادي الأهلي في انطلاقة بطولة الدوري العام. يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي متواجد في استاد مختار تيتش، قال لنا بصراحة بشكل مختصر كل الأمور اللي بتتعلق بالفريق وآخر استعداداته لمباراة الغد. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل. يلا